هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام. يا احلى ناس حبايبنا، مثل ما انتم شايفين رجعت لكم مقطع. ليش بطلع المايكنه؟ اوكي، اهم شيء رجعت لكم مقطع جديد اساطير. مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم راح نجرب شخصيه شو كان اسمه؟ اقسم بالله ميوزك اسمه فيفا. راح نجرب شخصية فيفا يا صديقي، حصلنا عليها يا صديقي. اوكي، وراح نجربها قبل ما تنزل يا صديقي. طبعا راح تنزل مجاني بسيرفر مين يا صديقي. اوكي، قبل ما نبلش معها يا صديقي، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا نعمل لايكات وشيرات. واذا مش مشترك انزل اشترك معنا لانه راح تنبسط. اوكي يا حبايبنا، قبل ما نبلش اي شيء شباب، طبعا نزلت لكم مقطع اسطوري شباب على قناتنا الثانيه، بتمنى كل اسطوري شباب يروح يشاهدوا اليكو جيمنج، مشاهده ممتعه يا اساطير. اوكي، والان يا حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير، الشخصيه امامنا هون. طبعا هنا ضبط هيك، حط الوقت نركز. ايوه هيك بلوز، مثل ما انتم شايفين حبايبنا الشخصيه امامنا هون شباب. عن هون الشخصيه طبعا، هاي الشباب قبل اي شيء، ميزات الشخصيه شباب هي مو شخصيه نشط. اوكي، الشخصية مش نسط، الشخصية الثانوية، يعني منضيف عليها شيء ثاني يا سطير، يعني منضيفها هون تحت. يعني لما ناخذ مثلا كريستيانو مثلا، تمام، كريستيانو نعمل هيك تك تك، بنقدر نضيفها هون شباب مباشرة. الشخصية يعني الثانوية مش نشط مثل كريستيانو هالوك والى اخره. اوكي ليتس انجل، تمام، خلينا نبقى هون. اوكي حبايبنا، الان حان الوقت ندخل نشوف شباب يا سطير الخاصية. طبعا هون مكتوب عنا حبايبنا زياده سرعه الانقاذ، يعني بين قوسين المساعده، يعني لما واحد من اصدقائنا ينزل نوك. طبعا شباب هالخاصيه شباب، بس هيك ركز على الاول، هاي بين قوسين هالخاصيه حبايبنا، الخاصيه هاي كثير بتفيد، يعني دائما دائما بتفيد شباب، ان كان ببطولات او برومات او يعني كثير من الاشياء يا اساطير. راح ندخل نجربها طبعا مع بعض شباب، وراح نطورها ونجرب مع بعض. اوكي خلوكم معنا. اوكي لا شباب، طبعا الان راح نشوف الشيء الثاني. طبعا هون نرجع نقرا زياده سرعه الانقاذ المساعده، تمام، بنسبه خصم 5%، يعني شباب يعني بنسبه 5% زياده بيساعد، يعني بيسرع. طبعا لساتنا على ليفل 1 شباب، بس راح نشوف الليفل الثاني. بعد عمليه الانقاذ الناجحه يستعيد المستخدم 15 من نقطه الصحه في 5 ثواني، يعني لما نساعده كمان راح يستعيد 15 من نقطه. فهمت علي؟ مثل ما يعني فهمت علي، ما ضروري ارجع اشرح. اوكي خلينا نشوف الليفلات الثانيه شباب، مثل ما انتم شايفين هون يا اساطير. هون عندنا حبايبنا الليفل 1، طبعا الليفل 1 من الشخصيه اساطير، احنا هون 5 يزيد خفه الحركه 5، اوكي، وبيزيد 15، تمام. بالنسبه للليفل الثاني شباب، هون عندنا الليفل 2 8% بالسرعه شباب بيزيد، و20 نقاط الدم، تمام. بالنسبه للليفل 3 شباب، هون مثل ما انتم شايفين شباب كمان عم بيزيد 11، يعني 10% شباب، شيء كثير حلو ومفيد كثير، يعني ديجا شيء اسطوري لو سمعنا، 25%. اوكي بالنسبه للليفل 4 شباب، عندنا هون 14 بنسبه 14% من السرعه و30 يا اساطير. اوكي بالنسبه لليفل 5 35 و17، وليفل 6 الليفل اللي هو الماكس يا اساطير 20 وبيزيد 40 يا اساطير من الدم، تمام حبايبنا. خلينا ندخل نجرب شباب، ندخل نرفع هذا اللوز، خلينا نعمل نرفع المستوى. طبعا شباب راح نفرح المستوى اللي نقدر عليه. اوكي خلينا نعمل نرفع المستوى، نرفع المستوى الاول شباب. يا بوي 11 15 يزيد معلم. اوكي خلينا نزيد شباب. اوكي 115 وهذا. اوكي هون عمل. اوكي شباب خلينا نبقى للليفل 3، تمام، نشوف. اوكي شباب خلينا نطورها كمان شباب ليفل 4 لنشوف الوضع. اوكي طبعا من قبل ليفل 4 يعني كمان ليفل كثير حلو، تمام. الان شباب عندنا هي ليفل 4، تمام، يعني الفرق بين ليفل 4 و6 تقريبا 6%، يعني شيء باللوز معلم. اوكي حبيبي، لا شباب راح ندخل الجيم عادي، نطور نضبطها يعني نجربها يا اساطير، تمام. ليفل 4 راح نجربه شباب، راح نشوف الفرق بين العادي ولا مش عادي. اوكي يا حبايبنا، لا دخلنا جيم كلاسيك عادي شباب، بس هيك راح ندخل نجرب بشكل سريع يا اساطير. اوكي ليتس جو، راح نشوف شي برميل شباب من البرميل صاحبنا، ونشوف كم راح يجي من الدم. لايك راح نرفع هي، عشان نشوف ال صديقنا كم يعني بيزيد دمه، وهيك 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 يا حبايبنا. فهمت علي؟ تشيف معلم حبيبي والله. اوكي هيك علم عليهم هيك كبير العلامه. اوكي والله بندخل شباب ونجرب لوز اللوز، يلا خلينا ندخل نجرب. اوكي شباب يلا خلينا ننزل لتحت شباب، ننزل هون تحت بالمارس، بما انه في برميل هون اعتقد، ايه في برميل. ننزل هون يا اساطير ونجرب معلم، نشوف الشخصيه شو وضعها شباب. طبعا هي شباب شخصيه مش ليفل ماكس، اوكي يعني قبل الماكس يعني بليفلين، بس مع ذلك ليفل 4 شيء حلو مرتب يعني، تمام.
طبعا ليفل 4 الشباب مثل ما قلت لكم من شوي بيزيد يعني 20 كان. ونجرب يعني ايزي فريز. شو بس الفرق شباب، الفرق اهم شيء. يلا طبعا شباب انا داخل بغير سيرفر وشوي شوية لاج. سو حبيبي والله الوضع ما راح يكون لوس. خلينا نلوت شباب بشكل سريع، شوف اذا في حدا حوالينا معلم نجلده حبيبي والله. خلينا نلوت بشكل سريع قبل ما يطلع لنا حدا معلم. وفهمت علي كيف؟ صح تمانو ايه تمانو. هات نشوف هون معلم. اوكي هي عندي سلاح هون معلم، هي وضعنا اللوس تمام. نقدر نجرب. تعال شادو تعال نجرب معلم. نروح البرميل نشوف. طبعا شباب هلا الان ليفل هو فل تمام. خلينا لوز اللوز برملنا. اوكي صاحبنا نزل نوك تمام. عند الليفل شوف كم راح يزيد معلم. هلا شوف التمانو طول شطب. اه عم يزيد دمك يا الله. فرجوا شباب فرجوا 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 والله حبيبي والله. تعال تعال شوف شنو لوز معلم لوز. تعال شوف شنو برميل ثاني معلم. كم زاد دمك شادو؟ كم زاد دمك؟ 25 شيء. ثواني شوي 25 هذا شوف معلم. بس والله شباب يعني مثل ما انتم شايفين طلعوا معي كيف؟ يعني استغلت ثانيتين واحد اثنين. رجع جرب مره ثانيه معلم. رجع مره ثانيه ثواني اشوف انا معلم. وقف شوي في واحد لا وقف خلي بس انا راح انزل تمام. راح اشوف كم لما بساعدك هل يا ترى بيزيد دمي شوي ولا لا. تعال تعال وقف شوي خلص انا نطيت انا كمان ابلع. هاي دمي 100 معلم. روح نط شادو روح نط معلم باليز. طبعا شباب مثل ما قلت لكم من اول بدايه المقطع هاي الشخصيه راح تفيدنا كثير شباب. اوكي طلعوا هون معلم. راح اشوف كم يعني ثانيتين معلم. ثانيتين هو زادوا. شوف عم يزيد دمه. والله حبيبي والله والله معلم شي باللوز شباب. طبعا الشخصيه مثل ما قلت لكم اول مقطع حبايبنا راح تكون ثانويه يعني راح نستفاد يعني منها كثير رومات ومارونات وبالبطولات يعني شي باللوز. اوه في واحد هنيك معلم نجلده. تعال 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 نجيبه نجيبه. تعال 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 تعال. هنجرب مثلا مقطع واحد دم ما زاد مثلا حبيبي والله. هون شايفين علامة شوفوا شو مكتوب. زيادة سرعة النقاص مساعد بنسبة 14% تمام. لما تكون ماكس يعني تصير 20 يعني تقريبا راح يطول يعني خلينا نقول يعني ثانية وشوي يعني فهمت يعني راح يكون أفضل من هيك بس هي مش ماكس تمام. بعد عملية النقاص الناجح يستعيد المستخدم. خلينا نكمل خلينا نكمل شو عم يقول. يستعيد المستخدم 30 من نقاط الصحة في 5 ثواني. يعني بخمس ثواني شباب زادوا 30 ولما ليفل فل الشخصيه ليفل فل بيزيدوا 50 يا اساطير يعني بيزيد 20 زياده يعني والله معلم راح يكون امر لوز لوز. هات شوف روح 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 انتحر مره ثانيه معلم. ها روح عند هاي برمي ثاني. خلينا نروح شوف برمي ثاني معلم. والله صراحه شباب الشخصيه كثير راح تكون راح تفيدنا كثير 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 بالايام اللي يعني يعني راح تكون الشخصيه مفيده كثير اخص شيء بالرومات يا اساطير. طبعا مثل ما انتم شايفين عم بيسد دمه هون فوق معلم هون لوز لوز برو. اوكي حبايبنا الكرام ان شاء الله استفدتوا هذا المقطع يا اساطير. طبعا برجع بكرر يا حلوين هالشخصيه راح تكون مجانيه بحدث سوري راح نروح افرجيكم يا اساطير. مثل ما انتم شايفين يا اساطير هون الشخصيه راح مثل ما انتم كاتبين عنه هون شباب 22 بالشهر يعني تقريبا بعد يعني راح تنزل يوم السبت اعتبارا هذا السبت الجاي. اوكي يا اساطير تمام رح نحصل عليها بشكل مجاني شباب لما نعمل تسجيل دخول شي لوز اللوز. والله شباب الصراحه يعني شخصيه رح نستفاد منها كثير. سو ليز اند جنتلمان ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع يا اساطير. اعطونا لكم بالشخصيه شو برايكم نقدر يعني حبيبي والله شو بنستفاد منها غير شيء كمان اكتبوا لنا بالتعليقات حبايبنا. ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع يا اساطير. اشوفكم مقطع جديد حلوين من لكم بعد شوي. رح نطلع لايف على الفيسبوك شباب. تعالوا اهلا وسهلا. نشوفكم بعد شوي على اللايف.